بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ نعرف بروحي. المهدي بن عمرو فرج، أصيل مدينة بودر، متحصل على الماجستير المهني في البيوتكنولوجيا الطبية. الخبرة المهنية أستاذ أول تنشيط ثقافي، خدمت مدير دار ثقافة ببودر لمدة سنوات، وعندي خبرة في تسيير المكتبات العمومية. بالنسبة للعمل الجمعياتي، عندي خبرة ما يقارب 20 سنة في العمل الجمعياتي، نشط في برشا جمعيات، مؤسس جمعية شباب بودر للتنمية. بالنسبة للمجال الانتخابي، خدمت في انتخابات في تونس لمدة سنوات. البرنامج الانتخابي، بالنسبة للبرنامج الانتخابي متاعي، حبيت نمس مجالات التنمية الكل، خاصة التنمية الفلاحية والتنمية المستدامة. بلادنا بودر كما يعرف البادري الكل هي بلاد صغيرة ومعروفة بالفلاحة، نحبها تقعد نظيفة بدون تلوث. لذا حب بالنسبة لي نشجع الاستثمارات الفلاحية ونستقطب المؤسسات الصديقة للبيئة. عنا كيف مطلب ملح برشا في بودر، اللي هو أحداث دائرة بلدية، يعني تسريع المطالب أو المشاريع المعطلة، كما تهيئة حي الشراقي، الملعب البلدي، كيف توسيعة وتجهيز المستوصف، أحداث دار ثقافة نموذجية تتكون من طابقين، الطابق العلوي يخصص لبعث مكتبة عمومية، تهيئة مدخل بودر من جهة طوزة وبنان، أحداث كما قلنا منطقة صناعية تكون صديقة للبيئة، والتشجيع على الاستثمارات الفلاحية. بالمناسبة دي نحب نشجع الشباب باش يمشيوا ينتخبوا، لأنه ما عندناش حل حقيقة. بلادنا يعني هي في، نقولوا نحن في أزمة، هذه هي الحقيقة. الحل الوحيد أنه نمشيوا ننتخبوا ونحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب، إن شاء الله باش بلادنا تمشي وتوصل إلى بر الأمان. نقطة أخيرة نحب نقولها، أنه أنا مستقل، مانيش تابع حتى حزب، ولكن إيدي ممدودة لأي حزب ولأي طرف سياسي في بودر باش نخدموا لبعضنا، وإن شاء الله نوصلوا ونحققوا الأهداف متاعنا، والله ولي التوفيق.